بسم الله الرحمن الرحيم يسعد اوقاتكم صبايا وان شاء الله اليوم نلتقي معكم في حلقة اولى من مذكرات حرفيه يلي هي رح نتذكر فيها شو اشتغلنا بالفترة الاخيرة على القناة انا ما رح ضيع وقتكم لانه هو نفسه الفيديو انا بعتبره انه قد لا يهم الكثيرات يعني اذا انت ما عندك مشروع بدك تشتغلي بامكانك ما تتابعيني وتضيعي وقتك ولكن في بعض الاخوات اقترحوا علي سلسله مذكرات حرفيه لحتى نذكر فيها شو اشتغلنا في الفتره الاخيره على القناه رح ابتدي انا من اخر مشروع عملته مع كون صبايا اللي هو البورتفي او شنطة او شنطة العيد يلي نحط فيها العيديات للاولاد الشنطة كانت استثمار لفيديو سبق أبلة يلي هو الخروف ده رح تلاقوا تفاصيله كلها على القناة إن شاء الله بحط لكم لينك الفيديو بصندوق الوصف عملنا عدة أشكال بعدة ألوان بإمكانك تعملي بعدة مقاسات تستفيدي منه لتزيين الغرفة بعيد الأضحى أو بإمكانك تساوي ميداليات ويبقى هدايا المشروع كان بسيط صبايا أنا هون استثمر في بقايا الخيوط عندي بينما المشروع اللي أنا اشتغلته هذا كان بخيط المكرمية الفرنساوية ومن أرخص الخيوط المصرية هو خيط نايلون بيصلح لهيك مشاريع للشنط والبورتفيهات الشابوهات وهكذا بتمنى تشوفوه الصبايا وتطبقوه لأنه ممتع جدا وبيمنح البهجة في العيد رح ارجع كمان لفيديوهات سابقة خلال اخر فترة صبايا اشتغلناها على القناة هي اللي كانت الكلوت الولادي ده او الاندر اهو كان سهل كتير وبسيط وانا عملته بغرزة اساسية اللي هي نصف العمود ما حبيت ساوي عليه اي كرنيش لحتى يكون بالنسبة لك بيزك او يعني الخطوة الاساسية اللي بتشتغلي فيها هذا الاندر وبعدين انت بامكانك تزيني متل ما بدك هو غير مكلف ما بياخد خيط معك الافضل انك تشتغلي بخيوط قطن او اي خيط في اسم بيبي لحتى ما يكون فيه حساسية كمان راح تلاقوا ان شاء الله اللينك بتاعه في صندوق الوصف المشروع اللي كان الاحلى والاغلى على قلبي بكتر ما طلبته صبايا كان هو هالبوليرو البسيط السهل يلي صار ترند على اليوتيوب مش عارفه ليش هو سهل كتير عباره عن شبكه يعني سلسله وعمود او سلسلتين وعمود حسب ما انت بدك الان طول هذا البوليرو انت بتحددي حبيتي تساوي قصير حبيتي تساوي طويل حبيتي تكملي بلوزه سهل كتير بس شيك كتير بامكانك كمان تستفيدي منه للعيد لحتى تعمليه للبنوته فوق قطع يعني اذا كنت ملبسيها في كت بامكانك كمان تعملي هذا المشروع وهذا لكل الاعمار بس انا اللي عملته كان مقاس اطفال سبايا لحتى يكون في سهوله بالشرح عليكم وعلمتكم كيف تعملوا الزياده بالكم لحتى يطلع معكم مثل ما احنا بعلاقه الردانات يعني مثل ما بيكون عامل هالتزايد هذا اللي كتير جميل كمان ان شاء الله بحط لكم اياه بصندوق الوصف بامكانك تشتغلي بخيط شتوي او بخيط صيفي لانه هذا الموديل بيلتبس صيف شتاء صبايا بامكانك تعمليه بخيط سواري كمان فوق فساتين السهرة كمان بيطلع كتير حلو كانت القطعة الأحلى صبايا لأن كنت متوقعة إنه تجيب مشاهدات بالهبل يعني مشاهدات كتير قوي هو هذا الفستان للطفلة الفستان من زمان بيتم سؤالنا عنه على الفيسبوك ورغم بساطته وسهولته وكله عامل أحلى منه وأعقد منه بكتير ولكن هذا الفستان بسات صبايا بهي الطبقات البسيطة ما حدا عمله لا جيبة ولا فستان وطلب مني على صفحة كشكول بسمة حتى يتم تنفيذه ونفذناه بمشيئة الله مثل ما قلت لكم هو بسيط بغرزة العمود ولكن بيستهلك وقت وبيستهلك خيط بشغل الكرنيش أو الطبقات بس انا بنصحك هلا بتنفيذه للعيد لانه بتكون لبستى بنتك قطعه ما حدا لابس مثلها وشايفين صبايا قديش صاير غلاء منقطع النظير غلاء فاحش بصراحة بملابس العيد للأطفال وكلها موديلات مش حلوة أنا بأكد لك مش حلوة في أي سوق مش بس في مصر لا ما بيلتقى ملابس أطفال حلوة إلا إذا بدك تجيبي براندات والبراندات غالية كتير بإمكانك أنت بخيط ولو الخيوط غالية بضل معاك الفستان أرخص فيما لو أنت بدك تنفذي تفاصيل هذا الفستان كمان رح تلاقيها على القناة وحط لك إن شاء الله بصندوق الوصف هلا الطقم الأحلى والأغلى على قلبي واللي لونه مش زي ما انتو شايفينه بالكاميرا الصبايا لونه أغمق من كده يعني هو عامل أكتر من ال كشمير لون حلو كتير أنا كمان توقعت إنه يكون ضارب بالنسبة للمشاهدات لأنه طلبتوه كتير مني عبر سنوات يعني مش السنة دي بس وأنا بعدين نفذته كانت القطعة رائعة صورتها قدامكم لأنه هون ما رح تبان جمالها إلا على المنكان رح أقول لكم أهو صورتها على المنكان صبايا أنا عاملتها لي فتاة في عمر الخامسة عشر مقاس أسبي السمول والميديا يعني شو بدها تكون بنت الخمسة عشر وكان حلو كتير كتير التوب ما بيلتبس بس انه يكون قفا عاري صبايا لانه ده بيلتبس على الشميز يعني مش ضروري انت لحتى تلبسي هذا الموديل تكوني انك لازم تكوني من فوق الظهر عاري لا ابدا حلو كتير, كتير فوق شميز ابيض او فوق بضيل اللي بدك اياه يعني وهذا القطعه بتصلح انها تكون صيفيه وشتويه حسب الخيط اللي بدك اياه يعني. انا الخيط اللي اشتغلت فيه كان ناكو ساتن تفاصيله ان شاء الله بتشوفوها بالفيديو اللي بخص هذا الموديل بالذات جميل كتير تنفيذه سهل الطقم على بعض الصبايا هي هون التوب تبعه الجيبة كانت أكثر من رائعة جميلة جدا جدا أنا شخصيا وقعت بغرامة أساسا الطقم الجيبة والتوب تبعها أو البلوزة تبعها أخذت تقريبا 500 جرام صبايا من خيط ناكو اللي قلنا عليه برجع بقولكم أنا عملته لبنوتة في عمر 15 سنة المقاس بيكون بين السمول والمديم ما هيش نحيفة قوي ولا مليانة ولكن هذا المقاس نفسه بناسب للمقاسين اللي هو اخر و أول الميديم صبايا شوفوا فيديوهاته بنصحكم فيه كمان ده لو طقم للعيد بنتك اكيد رح تكون لابسه طقم ما حد لابسه غيرها الآن الطقم كمان لأنه وقعت بغرامة بتقولي كلها تغرمي آه والله أنا ما بعمل شغلة إلا أغرم فيها لأنه لحتى أغرم فيها بعملها ولما بعملها بغرم فيها أكتر صبايا لأنه بلاقيها لسه أجمل مما توقعت كانت هذا التوب أو البلوزي اللي بإمكانك كمان تنفتيها صيفي بشتوي وكمان بامكانك تسويه على خيط السواري فبتنفع معك للسهرات نفس المقاس مثل ما قلت لكم صبايا هاي في اخر السمول واول الميديوم برجع بقول لكم لنفس البنود اللي هي عندها 15 سنه البلوزه عملناها بغرزه الجراني الخيط هو كان خيط الفوليا خيط مصري يعني الشله منه ب 20 جنيه خيط غير مكلف بس طبعا انت اذا بدك تعملي اه لحتى يكون اقيم وتامني انه ما يوبر انا ماني مجربه لسه هذا الخيط صبايا اذا كان بيوبر ولا لا بالاستعمال بامكانك تساوي بخيط ملاية او باي خيط انت بتحبي نفس البلوزه شايفينها كمان قدامكم الصوره على كان صبايا كنت عملت لها السكرت او الجيبه او التنوره المميزه هذه معلش الكاميرا ما راح تجيب لانه ما رفعتها ما راح تجيب هي هون عندي الخصر حطيت له عملت له شريط زينا كمان اخر الشريط بشرابات وبلولي خشب او بخرس خشب الجيبه الصبايا معموله اهو شايفه كيف مقصوصه بالميل مع الشرشي كمان حلوه كتير شو صورتها قدامكم كمان على المكان الطقم كمان ده صبايا اخذ حوالي 550 جرام من هذا الخيط لانه لا تنسوا انه الشرشيب بتاخذ خيط كتير يعني ممكن شي تاخذ منك شله صدقوني انا ما بعرف روج لي اي عمل انا بالنسبه الي الشرح يعني الفيديوهات اللي بتبقى فيها الشرح وتوضيح لحضراتكم هي احب على قلبي من ولكن قلنا اهو نسليكم ببعض المنتجات حتى ما يكون يعني لازمك هلا تكوني عم تشتغلي ولكن مع فنجان قهوتك بامكانك تشوفي هذا الفيديو آه في قطع كتير مش بس هدول اللي اشتغلتهم صبايا ولكن في الشنط دي اللي شايفين قدامكم لكن راحت هدايا <applause> لاصحابها واكيد هذا كمان البورتفيه راح يروح لاصحابه بدي بس أفاجئكم بمشروع اخذ رايكم فيه صبايا طبعا انا الصبايا عندي هن الجدات المؤنسات الغاليات حتى ما تفكروا انه يعني الصبايا يعني البنات الصغيرين البنات الصغيرين ولا بيجوا يشوفوا ولا لهم علاقه الان انا عندي كثير طلبوا مني انه أمجرومي يعني الامجرومي المحترف انا ما بوعدكم فيه صبايا لانه له قنواته المتخصصه وانا مش منهم طبعا ولكن لنقول عروسه لاول مره انا بحياتي بجرب انه اعمل عروسه كروشيه والعروسه كانت كبيره انا كانت لازمتني بصراحه لحتى يكون اذا بدي اشرح لكم غرزه او بدي اسوي لكم موديل يكون في عندي نموذج يعني مثلا بلوز الطفل فانا محتاجه العروسه تكون كبيره شوي اقدر اشرح عليها الغرزه او اشرح عليها الحردات او اشرح عليها الموديل فقمت بهذا العمل دائي وقلت لحالي جرب انه كيف ممكن اعمل عروسه مهما عملت ما رح تجيب مقاسه اهو صبايا قلت اعمل العروسه دي طولها حوالي 63 سنتي صبايا يعني انا عليت الكاميرا قدر الامكان بس والله ما بعرف شو راح تجيب صبايا منها. انا غير محترفه ابدا بالنسبه للملامح لذلك الملامح حتى ما اشتغل على الوش ويتبهدل صبايا عملت دوائر سود بخيط خارجي وحطيتهم وتم عكينا كده اي عكاية الشعر كان بالغ الجمال انا عملته بضفيرة شوفوا صورتها بالضفيرة كتير حلوة بس هون انا مغيرة الموديل عملت لها الشنيون مبارح لانه لبسناها لبس السهرة ده مبارح عملت لها هاي البلوزة كمان لقيت الموديل كتير حلو بامكانه كمان تساوي للعيد للبنوتات ما بياخد منك خيط ولا بياخد منك وقت معمول بصدر دائري ثم بعدين نزلت التناقص لغاية الخصر ثم بعدين عملت تزايد عمودين في كل عمود هاي انتوا هلا كسبتوا موديل كمان عمودين في كل عمود لحتى يعطيني الكارنيش او الداير الطبقة دي الحلوة صبايا ورجعت عملت نفس الطريقة لداير الكم بالاضافة الى انه داير الطبقة وداير الكم حكيت لكم انه دائما بحب هذا الحرف اللي هو سلسلة ومنزلقة زيني مثل ما بدك سهل كتير وبسيط الجيبة هاي ها من ضمن مشروعاتنا اللي ما حكينا عليها كمان هي موجوده على اشتغلتها معاكم على القناه كمان كانت من ضمن مشاريع القناه بعد ما اعادت انطلاقتها الورده دي اهو كمان يعني شاغلين كثير هيك وردات صبايا قبله انا بس اللي بدي افاجئكم في ايد العروسه كمان كان الباترون اللي انا اشتغلت عليه هو من غير ايد يعني قطع بس فانا بعدين من باترون اخر اشتغلت الكف ده اهو صبايا ورجعت خيطته خياطه هاي هلا زيناها بما يلزم عملت لها هدول الكفين اهو مثل ما قلت لكم العروسه دي حوالي 63 او 62 شوي سنتي كبيره ما هياش صغيره ابدا أه شغلها مش احترافي صبايا يعني اهو رح فرجيكم اياها حتى من جوا اهو شغل مش احترافي ما حاطط لها لسه داعم يعني بالداخل هو كله كان يعني عباره عن فايبر اللي بدي فاجئكم فيه انه معموله بخيط مكرميه فرنساوي اللي لا يمكن حدا يفكر انه يعمل فيه اللعبه بصراحه انا كنت بدي اجرب تجربه انه بقدر اشتغل فيه ولا لا عملته على فتلتين وابتديت من الجزمه بتاعتها كمان ده كله مكرمية فرنساوي يعني قصدي تكلفتها كانت رخيصة جدا الخيط رخيص لما خلصت لقيته حلو كتير ولو انه اتعبني انا يعني هو النتيجه حلوه لكن انا تعبت منه لانه ايدي قاسي هو على الايد لانه خيط نايلون لكن النتيجه كانت مرضيه تماما ولو انه فيها اخطاء كتير لكن مثل ما قلت لكم هي كانت تجربه انا بالنسبه إلي لقيتها تجربه حلوه ما بها شي حققت لي بالنهايه العروسه اللي انا بدي اياها الشعر كمان انا عاملته هون برنيطه شابو صبايا وبعدين حاطه عليه خصلات الشعر هاي فكيت الكونت تبعها لحتى تشوفوا طول الشعر تبعها يعني بعد ما عملت الطاقية سباي اهو جبت الخصلات عملتها بهذا الطول وبعدين بالوسط يعني كل خصلة جبتها للنص وخيطتها وعملت لها جزء <applause> للغرة اهي هاي اهو سباي عملت لكم الشعر ضفيرة لحتى تشوفوا مقدار طول الشعر الحقيقة كانت تجربة مش من فيديو صبايا وإنما كانت بترون ورقي والبترون كان فيه شوية ما بدي اقول اخطاء هنا اكيد اشطر مني ولكن في بعض الفوتات انا اللي عدلتها اثناء العمل لذلك يعني ما لا فيديو لحتى ردكم اليه لحتى تعملوه ولكن اذا عجبكم يعني عجبتكم الفكره ومو اتعب فيها على القناه لانه شغله مو قليل انا بس لقيت انه الامي جرومي صبايا يستهلك الوقت والعمر والصحه بخليكي تشتغلي ليل نهار يعني كل عروسه من دول لازم ثلاث ايام شغل متواصل لانه العرايس تفاصيلها كثير يعني تشتغلي ايه ولا ايه ولا ايه ولا وبعدين تحطي فايبر وبعدين تعملي ملامح وتعملي شعر وتعملي ملابس صراحه بياخذ وقت كبير منكم ولكن اذا الجدات العزيزات اللي طلبوا مني قبل هالمره عروسه وانا كنت بعتذر دائما عن الام رومي ما في مانع انه ان شاء الله بعد العيد اذا امد الله في عمرنا انه نعمل مشروع لعروسه برجع بقول غير احترافيه ولكن بتفرح الاطفال اهم من ذلك اننا نبحث عن اسم لهذه الجميلة طيب الآن أنا بعد ما عملت هاي الصبايا لقيت أنه بإمكاني أعمل بترول أكثر تعقيد بقليل فعملت العروسة الثانية دي دي آه يعني احترافية أكثر آه معقدة أكثر شوي من هذيك العروسة هذيك العروسة مثل زي ما يكون الشنطة ومليتيها فايبر لكن دي لا كانت أكثر تعقيدا حتى دي جزمة يعني فوق رجليها مش رجليها رجليها وبعدين الجزمه دي اشتغلناها وبعدين اهو هي كان عندي بقايا خيط كمان العروسه دي كمان كانت عندي بقايا خيوط يعني ما تكلفت ثمن خيوط صبايا ولو انه فعلا افضل خيوط ممكن تشتغلوا فيها الاميجرومي هو الكوتن جولد او خيوط قطن يعني لكن هذا خيط قطن كان قديم عندي انا لما اشتغلته كفة عندي لغايه هنا صبايا اهو شوفوا هاي المسافة فاعتبرته انه زي بنطلون حلو كملت الباقي ببرنسيس سوفتي الجزء الفوق هذا البترون صبايا هو بترون ورقي يعني بترون مكتوب كتابة لأخت اسمها أميارة يعني البترون عندي من زمان أنا محتفظة فيه عندي مكتوب أميارة يارا جرى التعديل فيه على الأقدام يعني الأقدام دي مش أقدام عروسة أميارة لأنه كنت محتاجة قدم أكبر بحيث توقف عليه يعني العروسة آه والباقي بقى تفاصيل من بقية الفيديوهات أنا هون تجرأت لأول مرة أنه أعمل تطريز العيون ما بدي أقول لكم أنه العروسة كلها خدت يومين ولكن تطريز العيون ده خد يوم بالكامل من كثر ما ش يعني اشتغلت وفكيت واشتغلت وفكيت وبتلاقوا فيديوهات تطريز العيون على اليوتيوب كمان هذا الحزام منفصل العروسة دي الجيبة بتاعتها كمان صبايا عاملتها من مكرمية فرنساوي برضو كمان حزامها مكرمية فرنساوي يعني ما كلفتني بصراحة أنا كتير تعذبت بالشعر لأنه عملت بالبداية شعر مختلف رح افرجيكم يا بعد قليل صبايا وبعد ما حطيته لقيته كتير يعني كبر العروسه اكتر مما ينبغي فرجعت كمان فكيته يعني شلت البيروك الاولاني يعني وعملت لها البيروك الثاني كمان هذا بمكرميه فرنساوي بس عملته على فتلتين عباره عن سلسله يعني بيطلع بعد ما عملت الطاقيه تبعه او الايس كاب تبعها بيطلع ب سلسله برجع بقفلها بمنزلقه اعطتني هذا الشعر يلي كتير جميل وبرجع بقول لكم احلى بكتير من الصوره الصوره عم بتغير لي الالوان صبايا وهي الخلف بتاع العروسه اللذيذه دي اذا برجع بقولكم العروسه دي تقنيتها اعقد شوي من هديك العروسه طولها تقريبا 50 سنتي يعني 48 الى 50 سنتي ده كان الشعر السابق للعروسه الصبايا وكان متعب اكثر بكثير لانه اخذ شغل كثير بين انه اشتغل بالاول جزء من الايس كاب وبعدين الشعر ده بدنا نطلع ب 70 سلسله وارجع انا بحوالي 25 اثنين حشو في كل سلسله وكمل الباقي حشو هيك مشان يعطيني الشعر الكنيش ده حلو كثير اهو يعني هو فكره بالنسبه لكم للعرايس ولكن انا لقيته كبر العروس دي اكثر ما ينبغي هي كانت ملامحة طفولية كتير فاضطريت انه ارجع اعمل هذا الشكل بدي بس فرجيكم المكرمية الفرنساوي الصبايا بتجي شلة بهي الطريقة المنعكشة اللي انتم شايفين دي اهو جنان والله يعني ما تقعدي تلفي الشلة يعني بتكرهي المشروع اللي بدك تشتغلي فيه حتى انا يا دوبك انا مزبطة اهو بعد ما بنخلص تلاقي حد عندك في البيت او انت بتحطي على رجليك وايديك عم بتلف كل شوي بيعقد معك المهم انه هي هي شلة المكرمية فرنساوي وهذا هو خيطها ما بدي أطول عليكم الفيديو اكثر من هيك صبايا مثل ما قلت لكم لانه فيديو للثرثره قد لا يكون مفيد للبعض وقد يكون مفيد للبعض الاخر مثل ما قلت لكم اذكروا لي بالتعليقات اذا لقيت في اجماع انه نعمل وحده من هالعرايس نتوكل على الله ونقوم بهذا العمل الصعب الرهيف الله يعين بتوع الامجرومي انا بصراحه اه للي بيشتغلوا طبعا مقابل العائد المادي انا بقول شو ما طلبوا اه حقهم صراحة شيء متعب جدا جدا للإيدين وللعينين وبياخذ الوقت وبيحكوكي ولادك وأسرتك وجوزك ما بتعودي من منتبهة على حدا لأن بتكوني أنت ببالك في تفصيلة بدك تخلصي منها وأحيانا بعد ما بتخلصي القطعة للأخير بتلاقي إنه في غلط بإمكانك تصلحي فبترجعي بتفكي تاني لا بتنامي الليل بتصيري بتسهري كتير لحتى تنفذي لأن بالنهاية بدك تشوفي نهاية مشروعي المهم مع ذلك لانكم غاليين علي والغالي بيرخص لكم اذا لقيتوا انكم محتاجين مشروع من هذه المشاريع برجع بقول مره ثانيه صبايا غير احترافيه شغل العكة كده أيا كان للجدات اللذيذات اللي مثلي وبدنا نعمل عروسة تفرح الأحفاد أو يكون عندي عروسة في البيت في ناس بتكبر أنا من النوع اللي بحب أحتفظ أنا عندي عروسة محتفظة فيها من وقت اللي كنت في سادسة ابتدائي وبحبها جدا لأنه هدتني إياها المدرسة باعتباري طلعت الأولى في, في آخر مرحلة الابتدائية إذا أنتوا من هواة جمع الألعاب حتى لو ما عندك طفل صغير بإمكانك أنت كمان تسعدي بهذه الألعاب إن شاء الله ألتقيكم في فيديوهات مقبلة من مذكرات حرفية أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته